بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى في باب الأذان والإقامة: ومن جمع أو قضى فوائت أذن الأولى وأقام لكل صلاة. يقول الشيخ: إن المرأة إذا جمع صلوات متعددات، إما لسفر أو لأجل مرض أو لأجل مطر أو نحو ذلك من الموجبات، أو كان قد فاتته هذه الصلوات فقضاها، فإنه يشرع له أن يؤذن الأولى من حيث المشروعية، وإلا فإن الوجوب قد سقط، فرض الكفاية قد سقط بفعل بعض أهل البلد. وأما الصلوات الباقيات فإنه لا يؤذن لها، وإنما يقيم لكل صلاة. والسبب في ذلك من حيث المعنى أن جمع الصلوات في المذهب إنما هي جعل الصلاتين صلاة واحدة، فالجمع بين الصلوات. الرواية الثانية في المذهب أن الجمع بين الأوقات، جمع الوقتين حتى أصبح وقتا واحدا. المذهب لا، جمع الصلاتين حتى صارت صلاة واحدة. وينبني على ذلك كثير من المسائل، منها أن من جمع صلاتين فإنه تعتبر كالصلاة الواحدة، فلا يكون لها إلا أذان واحد. والأصل فيه من حيث النقل ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أو في ليلة مزدلفة صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. يقول الشيخ: وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله، يعني يسن المؤذن أن يتابع قول نفسه ومثله سامعه، ويخرج من ذلك يعني السامع والمستمع، هو الأصل السامع والمستمع. والفرق، الفقهاء يفرقون بين السامع والمستمع بأن المستمع هو الذي قصد الاستماع، وأما السامع فهو الذي لم يقصد الاستماع. ويبنون على ذلك كثير من المسائل، منها أن سجود التلاوة إنما يشرع في حق المستمع دون السامع، وأن الإثم في سماع الغناء إنما هو على المستمع دون السامع. بعض الناس يطرق سمعه صوت مزمار، كما جاء في حديث ابن عمر موقوفا وروي مرفوعا أنه سمع صوت مزمار، فلا يأثم به لأنه سامع وليس بمستمع. وأما في الأذان فإن المستمع له والسامع كلاهما يشرع له أن يتابعه. أيضا قول الشيخ: وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله، تشمل الأذان والإقامة، فإن الفقهاء يقولون يتابع مع الأذان ومع الإقامة، أيضا الإقامة لأنها أحد الأذانين، فيشرع فيها المتابعة ويشرع فيها الدعاء أيضا الذي سيأتي ذكره بعد قليل إن شاء الله. قال: قوله سرا أن يقوله في نفسه من غير جهر، إلا في الحيعلتين فإنه لا يقول مثل قوله. قال: إلا في الحيعلتين، وهما حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول الحوقلة، أي إذا سمع الحيعلتين حي على الصلاة حي على الفلاح يقول بدلا من تكرارها، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وفي التثويب، المراد بالتثويب هو قول المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. قال: وفي التثويب يقول صدقت وبررت. الحيعلتان ترك متابعة المؤذن فيها، والانتقال للحوقلة لما جاء في حديث أبي سعيد أنه يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، فإنه لا يقول ذلك. قالوا: ولأن الحيعلة أمر فلا يناسب تكرار الأمر، ما يناسب أنك تكرر نفس الأمر فتقول حي على الصلاة، فلذلك يشرع حوقلة. أما التثويب وهي قوله الصلاة خير من النوم، فإنه لم يأتي حديث ولا يعرف أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قالوا في المثوب عند التثويب أن يقول صدقت وبررت، وإنما استحبه الفقهاء استحبابا من عندهم من حيث المعنى. قالوا: لأن التثويب وهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم هو في معنى الأمر، فكأنه يقول قم فإن الصلاة خير من النوم، فناسب ذلك أن لا يكون فيها يعني تكرار، لأن التكرار إنما يكون في الأذكار، فالتكبير في حد ذاته مشروع والتهليل مشروع فيكرر، وأنتم تعلمون أن التكبير من الباقيات الصالحات وهو من أفضل الأذكار التكبير. وأما الصلاة خير من النوم فهو إما إخبار محض أو إخبار بمعنى الأمر بمعنى الإنشاء، فلا يشرع فيه تكراره. ولذلك قالوا: فإنه يقول صدقت وبررت، لأن لا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول مثل ما يقول إلا في الحوقلتين، فإنه إلا في الحيعلتين فيحوقل. فهنا طبعا في التثويب
هل يشمله أن يقول مثل ما يقول غير مناسب؟ إذن استحبوا هذه الكلمة، هذا كلامهم والله أعلم يعني مدى صحته. سم حكما يعني هل التثويب مشروع؟ نعم. ترك التثويب ما يضر، سنة. نعم. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه، أي بعد فراغ الأذان سرا، طبعا يبقى الصلاة سرا ما تكون جهرا، فيصلي عليه. الفقهاء يقولون قل صدقت وبررت، واللي يفتي به مشايخنا ظاهر النص أنه يقول مثل ما يقول المؤذن فتقول الصلاة خير من النوم، ظاهر النص هذا اللي يفتي به المشايخ. قال وهو ظاهر النص، قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه. وقول ما ورد، أي من ما ورد من الأدعية مثل الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يرزق الوسيلة. قال: والدعاء وهو مطلق الدعاء، فيدعو المرء بما شاء. قال: وحرم خروج من مسجد بعده، أي بعد الأذان بلا عذر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عنه، وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: من خرج بعد الأذان فقد عصى أبا القاسم. قال: بلا عذر إلا من كان له عذر فيجوز له الخروج، كقضاء حاجة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو لوضوء، إعادة وضوء، أو نية رجوع، أو إذا كانت له نية الرجوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من المسجد لغرفه ثم يعود للمسجد. قال الشيخ: فصل شروط صحة الصلاة ستة. شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر شروط الصلاة، ومعرفة الشروط مفيد، لأن الشروط تكون سابقة على الفعل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الشروط لا تسقط لا سهوا ولا عمدا، لا تسقط لا سهوا ولا عمدا، ولا يعذر فيها بالجهل، وإنما يعذر فيها بعدم الاستطاعة، إما بفوات أو بعدم قدرة. قال: الطهارة أو طهارة الحدث وتقدمت، هذا هو الشرط الأول، طهارة الحدث، و نعم سبق الحديث عنه قبل وتكلمنا عنه بالتفصيل، وهو رفع الحدثين. قال: ودخول الوقت، هذا هو الشرط الثاني، والله عز وجل قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فدل على أنها موقتة في ابتدائها وفي انتهائها، فلا يجوز أداؤها قبل وقتها ولا تصح، ويحرم أداؤها بعد وقتها وتكون قضاء إلا في حق معذور. قال: فوقت الظهر، بدأ الشيخ والفقهاء يبدأون بالظهر موافقة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمه جبرائيل عليه السلام، فإنه بدأ بالظهر، وقد جاء في الحديث أنها التي تسمى الأولى. قال: فوقت الظهر من الزوال، والمراد بالزوال أي ميلان الشمس جهة المغرب، بمعنى أنك إذا جعلت شاخصا فكان له فيء أي ظل من جهة المشرق ولو قليلا فإن الشمس قد زالت، إذ الفيء من جهة الشمال والجنوب لا أثر له، لا أثر له، لا نعتبر بالفيء من جهة الشمال والجنوب، وإنما ننظر جهة المشرق والمغرب، فإذا أصبحت الشمس في كبد السماء أصبح ظل شرقا ولا ظل، شف ولا ظل، لا شرقا ولا غربا، فهذا وقت النهي، وقت النهي حين قيام قائم الظهيرة، وهو ربما دقيقة أو دقيقتين، يختلف من الشتاء إلى الصيف. فإذا مالت الشمس إلى الغرب يصبح الفيء منين؟ شرق، يصبح الفيء شرقا، هو قد يكون هناك ظل الشمال أو ظل الجنوب باقي ما يذهب بالكلية، لكن نتكلم عن ظل المشرق والمغرب، فإذا ظهر ظل المشرق ولو قليلا فقد دخل وقت الظهر وهو الزوال، دخل وقت الظهر ودخل وقت جواز الرمي في أيام التشريق، فدل ذلك على أن الزوال يعرف بميلان الشمس جهة المغرب وميل الفيء جهة المشرق، هذا هو أول وقته. إذا مال جهة المشرق دخل الوقت، إذا مال الظل، إذا وجدت ظلا لأي شخص جهة المشرق ولو صغيرا نقول ملي مليين، إذا دخل الوقت، دخل الوقت مباشرة، لأن زالت الشمس عن كبد السماء. قال: فوقت الظهر من الزوال حتى يستوي منتصب وفيئه، أي إذا وجعلت منتصبا شاخصا وكان فيئه أي ظله مثل طوله، ففي هذه الحالة يكون قد انتهى وقت صلاة الظهر، قد انتهى وقت صلاة الظهر ويليه. لماذا قلنا ويليه؟ لأن وقت الظهر ووقت العصر متصلان، ووقت المغرب ووقت العشاء متصلان، حتى إن وقتهما
يكادان أن يكون وقتا واحدا في تطبيقات ستمر بعد قليل. إذن عرفنا وقت ابتداءه ومنتهى. قال ويليه المختار للعصر، العصر له وقتان. لا ويليه أي ويلي الظهر. وفيئه حتى يستوي منتصب، المنتصب له الشاخص، خلنا نقول الشاخص هو هذا الكأس. زين، كيف تعرفه؟ كم طول الشاخص؟ نقول طوله متر، اجعل متر نفس عصا بنفس الطول، اجعلها على شكل دائرة عليه، ثم أرقب الظل، أرقب الظل، إذا وصل الظل نفس طول الشاخص، الخط هذا اللي أنجعلته على شكل دائرة، إذن انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر. بعد الفيء ليش؟ لأن قد يكون الصبح الساعة مثلا 10 أو الساعة 9 الظل نفس الطول، لكن إيه، لكن الظل هناك من أي جهة؟ الضحى جهة الغرب، وذلك نقول بعد الزوال عشان نقصد أن الظل يكون هنا بعد جهة الشرق. هذا فائدة قولنا بعد الزوال، وضحت؟ طيب، إذن ويليه أي ويلي وقت الظهر الوقت المختار للعصر، ويليه أي يلي وقت الظهر الوقت المختار للعصر، لأن العصر لها وقتان. وقت مختار يجوز أداء الصلاة فيها في أولها أو في آخرها من غير كراهة، ووقت اضطرار لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لحاجة، إلا لحاجة. قال يليه المختار للعصر يكون ابتداؤه من نفس الوقت الأول، من حين ظل أو تساوي الشاخص مع فيئه، ومنتهاه حتى انتهاء الغاية، حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. إيش معنى سوى ظل الزوال؟ يعني ليس الظل الذي يكون قبل الزوال وإنما يكون بعده. ظل كل شيء مثليه، كيف؟ الشخص كم طوله؟ متر، تجعل لك دائرة بطول مترين، إذا وصل الظل إلى حد المترين إذا انتهى وقت العصر. قال والضرورة أي وقته الضرورة إلى الغروب، من حين هم يقسمون وقت الضرورة أيضا إلى قسمين، بعضهم يقسم وقت الضرورة إلى قسمين، وقت الكراهة ووقت الضرورة حينما ترمض الشمس وتشتد، لكن عموما المذهب أنها كلها وقت ضرورة، ما يجوز تأخير العصر بعد هذا الوقت. يعني مثل هذه الأيام، إلى حد كم يعني تقريبا؟ شوف هذه الأيام ترى إحنا النهار قصير نسبيا وإن بدأ يطول الآن، هم يقولون أطول ليلة في الشتاء كانت قبل 3 أسابيع أظن، بدأ الليل يقصر. يعني إحنا كم صلي إحنا تقريبا؟ ثلاث العصر، والمغرب 5، يعني تقريبا، يعني أقولها تقريبا أنا ما أدري، لكن أظنه أن الرابعة يمكن والنصف يكون قد انتهى وقت العصر تقريبا. وأنت كل شيء كمثليه، مثليه نعم، وأنت تقدرها كل يوم يختلف عن يوم الآخر. ومن عجائب هنا مسألة، خلنا نأتي خلنا أذكر لكم الآن، لكن يعني أنا أنسى كثير. شوف التوقيت عندنا في العبادات إما بالقمر أو بالشمس، بالقمر في الشهور في دخولها أليس كذلك؟ وفي الشمس أو بالشمس أوقات الصلوات. أما ما وقت بالشمس فإنه منضبط لا يتغير. شوف وقت الفجر الآن في شهر يناير ولا فبراير ولا أي شهر بالشهور الشمسية نفسه من السنة القادمة، وأما ما كان بالقمر فإنه يختلف. ولذلك ما دخل عن طريق القمر دخول أهلة لا نعتبر بالحساب بالإجماع إلا ما نقل عن مطرف، وهو يحتمل التأويل أيضا، فقهاء التابعين يحتمل التأويل، لا يحتمل التأويل، لحكي إجماع. شوف حكي إجماعا حكاه 5 أنه لا يعمل بالحساب في دخول الأشهر القمرية لأن القمر غير منضبط، الحديث فيه يعني سيأتي إن شاء الله في محله. لكن الأشياء التي تتعلق بالشمس منضبطة، ولذلك يجوز في دخول المواقيت الصلوات 5 أن تعتبر بالمواقيت وهي التقويم، يجوز أن تعمل بالتقويم. ولكن نقول انظر معي، من أراد أن ينظر في دخول المواقيت الصلوات فإنه يعمل بواحد من أمور 4، المفروض هذا أذكره في الأخير، لكن يلا أن يعمل بواحد من أمور 4 بهذا الترتيب.
إذا تعارضت هذه الأمور الأربعة فإنه يقدم الأول على الثاني، والثاني على الثالث، والثالث على الرابع. يعني تعارض الأول مع الثاني نعمل بالأول نترك الثاني. أول هذه الأمور الأربعة في دخول مواقيت الصلوات أن يعتبره بالنظر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلوع الفجر، غروب الشمس، غياب الشفق، ظل كل شيء مثله أو مثليه، زوال الشمس، أن تنظر بعينيك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يخبرك امرؤ عن رؤية، يخبرك شخص يقول: رأيت الشمس قد زالت، رأيت الشمس قد غربت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. كيف عرف؟ بالإخبار، بدخول الوقت. الثالث بالحساب. كيف؟ التقاويم هذه الموجودة عندنا. التقاويم، هناك أناس يحسبون ويختلفون الحاسبون، وننظر ما هو الأوثق وما هو المعتمد الذي اعتمدت جهات معينة، هناك اختيار في ترجيح الأوثق في هذا الأمر. الأمر الرابع الإخبار عن الحساب. يجيك واحد يقول لك: يا زيد أو يا عمر، دخل الوقت. الإخبار عن الحساب. المؤذن الذي يقول لك دخل الوقت يؤذن من أي نوع؟ هو مخبر عن الحساب من الدرجة الرابعة، فهو صحيح يعتبر دخول الوقت لأنه مخبر عن الحساب. أنت ما نظرت الساعة بنفسك ولم تنظر في التقويم، أذن المؤذن. طيب، لو جاء مؤذن فأذن، أو خلنا نقول، نعطيكم مثال: لو أن الوقت تنظر في الساعة والتقويم أذن المغرب، لكن ترى بعينيك الشمس ما بعد غابت، هل يجوز أن تفطر؟ يحرم عليك. ما السبب؟ ما الذي عارض؟ الأول عارض الثالث. شوف، الأول عارض الثالث، إذا تقدم الأول على الثالث ما يجوز. الأول في الأول. طيب انظر هذه المسألة: جاءنا رجل فقال: إن التقويم الذي تعملون به مو مضبوط، مقدم أو مؤخر، فماذا نقول؟ إن التقويم الذي تعملون به، جاءنا شخص مثلا يقول: إن التقويم الذي تعملون به مقدم، هم يقولون مؤخر، مقدم 5 دقائق أو 10. طبعا كلام هذا قديم من عمر الدنيا. منظر هو بنى على إيش؟ الحقيقة أن هناك حساب عندنا، وبعض الأخوان يقول هذا، نقول إن هذا الشخص الذي يقول إن هذا الوقت التقويم غير منضبط، إن كان في هذه اللحظة يرى بعينيه فنقول نعم يقدم قوله إذا كان نفسه يرى الآن، لكن يقول العام في الشهر الثاني من السنة الشمسية وجدت أن الوقت مقدم أو مؤخر، فهو حقيقة مخبر عن حسابه، هو مخبر عن حساب، فتعارض حسابه مع حساب، فلا نقدم هذا على ذاك إلا بالمرجحات. وذلك المشايخ لما جاء بعض المشايخ قديما توفوا، وفي يعني المشايخ الأحياء بقي منهم بعض، قالوا إن التقويم غير منضبط، قالوا: أن تخبر عن تقويم آخر غير تقويم هؤلاء؟ أنت لو كنت تقول لنا الآن تقويمك غير صحيح، شوف الشمس قدامك، نقول صح، ما حد يقول إن كلامك مخطئ، يجب أن نصير لقولك لأنك ترى الشمس أمامك أو الظل، لكنك تخبر أن الحساب غير صحيح، فأنت تعارض الحساب بحساب آخر، فهنا نصير للمرجح. ما الذي يرجح هذين الحسابين؟ ما الذي يرجح هذين الحسابين؟ ولنعلم أن الخطأ في الحساب قديم، فقد ذكر المقبلي وهو من علماء اليمن المشهورين عليه رحمة الله، له صاحب العلم الشام خير، له كتاب اسمه الأبحاث السديدة في الآيات المفيدة أو كذا، في آيات القرآن، وهو من علماء، يعني هو من أظن طبقة الشيوخ محمد بن إسماعيل ابن الأمير الصنعاني صاحب سبل السلام. قال: كنت في مكة فاختلفت مع أهلها هل دخل وقت الفجر أم لا. شوف، من 300 سنة وهم يقولون دخل الوقت، لا ما دخل الوقت. إذن هناك بين الناس اختلاف في هذا الأمر، ولذلك صدرت فتوى المشايخ أنه هذا التقويم
رجع أناس ثقات ونظروا فيه وتأكدوا من صحته واعتمدوه. نعم هو من درجة الثالثة في الإخبار بدخول الوقت، ولكنه كل بين فترة وفترة يرسلون مشايخ من عهد شيخنا الله يغفر له الشيخ عبد العزيز بن باز، أرسل لجنتين في البر وتأكدوا من صحته، وما زالت اللجان تأخذ بين فينة وأخرى، وقد يختلف وجهات بعض الناس، لكن الغالب الذين يرسلون يتأكدون من صحة الوقت، لذلك يعتمد الآن إلا أن يثبت خلافه. نرجع لكلامنا وإن كان هذا استطرادا. طيب نقول والضرورة إلى الغروب أي إلى غروب الشمس، لا يجوز للشخص أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت إلا عند ضرورة الوقت. قال ويريه المغرب، والمغرب يكون من غروب الشمس، من غروب الشمس، والمراد بغروب الشمس أي القرص، فإذا غابت القرص كاملا ولو بقي شعاعه فإنه يكون قد دخل المغرب. طبعا والمراد بغروب بذهاب القرص أي في الأرض وليس تحت خلف جبل، فمن كان في واد وبينه وبين الشمس جبل فلا نقول إن اختفاء الجبل خلف اختفاء القرص الشمس خلف الجبل مؤذن بدخول الغروب، لا، بل ينتظر حتى يغلب على ظنه غيابها، وإن لم تسود السماء سودت قطعا، يعني سودت يعني لم يبقى من نور شيء قطعا أنه دخل المغرب. فالمراد بغياب قرص الشمس، قرص الشمس. قال نعم حتى يغيب الشفق الأحمر وهو وقت المغرب، ويليه المختار للعشاء. الشفق الأحمر ما هو؟ هو النور المعترض الأحمر المعروف. زين إذا غاب الشفق الأحمر فقد انتهى المغرب وبدأ العشاء، هو الآن قطعا ما في أحد يشك أنه أحيانا يكون أقل من ساعة في الصيف، في الشتاء، شوف في الشتاء يكون بين أذان المغرب إلى انتهاء وقته ساعة وربع ساعة وعشر، وفي الصيف حينما يقصر الليل يكون ساعة إلا، ولذلك كثير من الناس يخطئ. هذه التقاويم التي معنا إنما هي تبين وقت الدخول ولا تبين وقت خروج الصلوات، وليت أن القائمين عليها أو على الساعات الفجر وغيرها يكونون يحددون وقت خروج الصلوات، فإن المغرب قطعا يخرج قبل هذا الوقت ما أحد يشك. ولما أرادوا أن يؤخروه استأذنوا المشايخ قديما قبل 50 سنة، فقال المشايخ يجوز تأخير العشاء ربع ساعة ثلث ساعة عن الوقت، فهو العشاء فقط هي المؤخرة عن وقتها، العشاء يدخل وقتها قبل الموجود في التقويم، العشاء يدخل وقتها قبل التقويم، يدخل وقتها قبل التقويم بربع ساعة في الصيف. ترى ما أضبط يعني الأوقات، أقول بالتقريب يعني يمكن، وفي الشتاء عفوا في الشتاء ربع ساعة، وفي الصيف أكثر يمكن فوق نص ساعة. لذلك يجب على الشخص إذا صلى في بيته، إذا صلى في بيته أن يحتاط لهذا الأمر احتياطا كليا. ولذلك يقولون إن آكد الصلوات بالتبكير هي صلاة المغرب، على أقل الأحوال مراعاة للخلاف، أنا ما أبغى استطرد كثير، مراعاة للخلاف، فإن من الفقهاء وهم فقهاء الشافعية وغيرهم يرون أن وقت المغرب ضيق جدا حتى لا يسع إلا لها، حتى إنهم يقولون يجب أن يؤذن ثم يقيم، مع أنه ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يصلون بين الأذنين، فدل على أن الوقت موسع وليس وقت مضيقا، بل إن بعض الفقهاء يقولون الواجب على المؤذن ألا يمد في أذان المغرب، الوقت ضيق احذر حذرا، فهكذا يقولون. لكن الصحيح وردت بها السنة صريحة جدا، السنة وفيها يعني يقول قال أحمد ليس في نفسي شيء من أذان المغرب أنه إلا الشفق، فيها 4 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه يعني واضحة السنة فيها صريحة، لكن اجتهاد العلماء عليهم رحمة الله. فالمقصود أن المغرب بالذات آكدها تبكيرا مراعاة لخلاف أهل العلم. نعم اللهم صل على محمد. سم نعم يقول الشيخ ويريه المختار أي يري وقت العشاء، يلي المغرب وقت العشاء، الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول. هو جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان، حديث أن وقت المغرب أن وقت العشاء إلى الثلث الليل، ووقت أنه إلى نصف الليل، ووقت حديث آخر أنه إلى نصف الليل. فأخذ فقهاء المذهب بالاحتياط فقالوا إننا نحكم بالأقل وهو إلى نصف الليل، ونحكم أنه ما كان إلى نصف الليل نحكم أن الاحتياط وهو الأقل ثلث الليل، ونحكم بالحديث الثاني أنه وقت جواز، أنه وقت جواز. ولذلك يقول إن ما زاد عن ثلث الليل وقت ضرورة، وهذه الضرورة تنقسم إلى قسمين، ضرورة عفوا وقت كراهة مثل ما قلنا في العصر، وقت كراهة إلى نصف الليل، ووقت ضرورة لا يجوز التأخير إليه مطلقا إلا
عند الضرورة وهو ما بعد نصف الليل. فهم أخذوا بالاحتياط وهو أقل الحديثين، وهم فأخذوا بأقل الحديثين. ثلث الليل، ثلث الليل متى يعرف؟ يعرف من المغرب، فتنظر المغرب والفجر ثم انظر كم عدد الساعات واقسمها على ثلاثة فيكون هو ثلث الليل، ثلث الليل الأول. قال والضرورة من ثلث الليل الأول إلى طلوع الفجر الثاني. الفجر الثاني هو نور يخرج في مشرق السماء من الشرق ولا ظلمة بعده، يعني يأتي بعده نور، يعني ليس نور ويذهب، لأن الفجر الأول هو الفجر الكاذب، يأتي نور ثم يذهب مثل وميض خط، لكن الفجر الصادق يأتي واضحا بينا في مشرق السماء. قال وليه الفجر، أي ويلي وقت العشاء، وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى الشروق، والمراد بالشروق ظهور الشمس ولو بعضها، فظهور بعض الشمس مؤذن بانتهاء وقت صلاة الفجر. ثم قال الشيخ وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها. تدرك المكتوبة، المراد بالمكتوبة يعني الصلوات، والمذهب أن كل الصلوات إذا دخل المرء مع الإمام فيها مع تكبيرة الإحرام فإنها تدرك، حتى الجماعة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام. الجمعة تدرك، الجمعة وقتا تدرك بتكبيرة الإحرام، لكن لا تدرك، لا تصلى ثنتين، وإنما تدرك تصبح أربعا، لا بد من ركعة. بذلك يقول إلا الجمعة فإنها تدرك، تدرك الجماعة بتكبيرة الإحرام، ولا تدرك الجمعة إلا بركعة، إلا بركعة. قال لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، وهذا ذكرناه ابتداء في أول الدرس. قال ولا يصلي حتى يتيقن، يعني لا يجوز الشخص أن يصلي صلاة حتى يتيقن دخول الوقت، أو يغلب على ظنه الدخول إن لم يمكنه التيقن بأن كان السماء فيها غيم مثل المغرب أو نحو ذلك، أو قطر، أو كان في حبس ونحو ذلك، أو يغلب على ظنه دخوله، أي دخول الوقت، إن عجز عن اليقين عن استيقان، ويعيد إن أخطأ. ما معنى يعيد إن أخطأ؟ يعني أنه إن اجتهد ثم تبين له خطأه فإنه يعيد الصلاة، وإن صلى من غير ظن فإنه يعيد على كل حال، فإنه يعيد على كل حال. طيب، يقول الشيخ ومن صار أهلا لوجوبها، أي وجوب الصلاة، بماذا؟ بأن بلغ في أثناء الوقت، أو أفاق من جنون وإغماء في وقتها. قال ومن صار، طبعا أو أفاق من جنون دون الإغماء، الإغماء يقول عندهم ليس مانعا من الصلاة. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها. في قاعدة عند الفقهاء أنهم يقولون إن الصلاتين اللتين تجمعان معا وهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقتهما حكما واحد، شوف وقتهما حكما واحد، ولذا يجوز الجمع بينهما في السفر وفي المطر وعند الحاجة وعند المرض وعند التحرز من النجاسة، مثل ما فعلت حملة لما أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين الصلاتين. وبناء على ذلك فيقولون إن الشخص إذا أفاق من جنون أو بلغ أو طهرت المرأة الحائض في وقت الثانية منهما، طهرت في وقت العصر أو طهرت في وقت العشاء، لزمها أن تقضي ويقضي المفيق الظهر والعصر معا أو المغرب والعشاء معا، لأن الوقتين حكما واحد، حكما، لأنهم يقولون إن الجمع جمع الصلاتين وليس جمع الوقتين. قلت لكم في البداية جمع الوقتين، هذه الرواية الثانية، الرواية الأولى أنها جمع الصلاتين، فالجمع للصلاتين ليس للوقتين، فالوقتان عندهما حكما واحد، حكما واحد، حكما واحد. طبعا جاء في ذلك آثار عن الصحابة، فقالوا إنه قد ثبت عن لم أكو واهما بن عباس وعبد الرحمن بن عوف أنهم قالوا إن المرأة إذا طهرت في وقت الثانية تجمع معها الأولى. قالوا وهذا ظهر بين الصحابة لقضاء اثنين من كبار الصحابة به، ولا يعلم لهم مخالف، فدل ذلك على لزوم قضاء المرأة، وفي معناها كل من وجبت عليه الصلاة في أثناء إحدى الصلاتين. نعم. قال ويجب فورا، طبعا هنا مسألة بس باب الاستطراد، أنا قلت لكم قبل قليل إذا أفاق إيش المجنون المغمى عليه، خلنا نقول النائم قبل، النائم لا، أصلا نومه لا يسقط عنه الوجوب، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر فإن ذلك وقتها،
لو نام الشخص يوم كامل يجب عليه أن يقضي 5 صلوات، لكن المجنون لا يقضي إلا الصلاة التي أفاق فيها أو جن فيها. المغمى عليه ما رأيكم؟ المذهب، خلنا نأخذ قاعدة المذهب، هل المغمى عليه، شوف هذا المغمى عليه جاي في الوسط، هل نلحقه بالمجنون أم نلحقه بالنائم؟ تفسير الشيخ. نعم سمي شيخ. يقضي دليل إحنا بين عمار بن ياسر، عمار بن ياسر المغمى عليه استيقظ وقضى الصلاة، وابن عمر كذلك. نعم طيب، هو لا، أنا أذكر القاعدة قبل. الحنابلة لا يجعلون النائم، عفوا المغمى عليه نائما مطلقا ولا مجنونا مطلقا، وإنما يأخذون الأحوط، ففي باب الصلاة يجعلون حكمه كحكم النائم، هنا يجعلونه كحكم النائم، فيأمرونه بقضاء الصلاة ولو طال أمدها، ولو طال أمدها. النبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه في مرض موته قام فصلى، ابن عمر أغمي عليه 3 أيام قام فقضاها رضي الله عن الجميع، أو صلى الله عليه وسلم رضي الله عن ابن عمر وعن باقي الصحابة. فقالوا إن النائم الإغماء في باب الصلاة ملحق إيش؟ بالنوم. في باب الحج قالوا هو ملحق بالجنون احتياطا، لأن قلت لكم قاعدة في الابتداء أن عندنا قاعدة في باب العبادات نحتاط. ألم نقل من مسح مقيما ثم سافر أو مسافرا ثم أقام فمسح مقيم؟ مع أن القاعدة لو أردنا أن نطردها لقلنا إن العبرة إما بالوجوب أو بالأداء، فلم نقل لا بوجوب ولا بأداء، وإنما أخذنا الأحوط، وهذه قاعدة مضطردة عندهم، ولأن العبادات يحتاط لها. طيب سمي شيخي. طيب أنا بعطيك الخلاف في المسألة ولكن ليس في الدرس. مشهور المذهب لو طال إغماؤه سنة يقضي السنة كاملة مدام إغماء، واختار بعض أهل العلم أنه يقضيه ما لم يصل إلى 3 أيام، قالوا لأنه أكثر ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه، وهو الذي يميل له الشيخ عليه رحمة الله الشيخ عبد العزيز. وقال بعض أهل العلم، وهي الرواية الثانية في المذهب وهي رواية قوية جدا جدا، أن الإغماء جنون فيأخذ حكم المجنون، لأن ذهاب العقل 3 أنواع: سلبه وفقده وتغطيته، فهو أقرب ما يكون إلحاقا بالمجنون، فنقول إنه لا يؤمر إلا بقضاء الصلاة التي استيقظ فيها مع ما يجمع إليها فقط. والحقيقة أن هذا القول لو أردنا أن نطرد القاعدة الفقيلة وجدناه مقبولا، وقضى وفعل النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم ما أغمي عنه على أكثر من صلاة أو صلاتين. ابن عمر رضي الله عنه قضاءه لهم باب الاجتهاد له أو من باب فعل الأفضل والأتم. شيخ الله يغفر له يقول 3 أيام لبه على المذهب. المذهب يقضيها كلها شهر كامل إذا قام الله يعينه. ما عندي راجح، أنا ما أعرف رجح، أنا رجال يا الله على حد الكتب اللي معي، ما أعرف رجح. يعني كلام شيخنا، قلت لك شيخنا الله يغفر له كان يقول 3 أيام، 3 أيام ما زاد عن 3 أيام لم ينقل به لم يأتي به النقل. ومن أهل العلم من يقول هو ملحق بالجنون، من أهل العلم من يقول هو ملحق بالجنون. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، وين وصلنا؟ طيب ويجب فورا، احنا هنا، ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا. من فاتته صلاة فيجب عليه قضاؤها فورا ولا يتأخر في قضائها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها. والفاء تقتضي ماذا؟ التعقيب، فاء يجب مباشرة، ولكن يجوز تأخيرها شيئا يسيرا إذا كان لمعنى شرعي، مثل إما الاشتغال بشرطها كالوضوء ونحوه، أو الانتقال من المحل. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى مرة أو عرس في واد كما في البخاري، عرس مرة عليه الصلاة والسلام فقال: من يرقب لنا الفجر؟ فقال بلال: أنا. فغلبت عين بلال فنام، فلم يوقظهم إلا عمر رضي الله عنه بحر الشمس لما طلعت، فأيقظ الناس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالانتقال من المحل. شوف الانتقال من المحل، وقال إن هذا مكان حضر ما فيه الشيطان، فانتقل منه لمعنى، لأن الشخص إذا نام في مكان فالسنة له والأفضل ألا وفاتت الصلاة فيه ألا يصلي فيه، وإنما ينتقل لغيره فينتقل إلى غيره فيصلي فيه. هذا واحد. الأمر الثاني الذي يؤخر لأجله قالوا السنن الرواتب، فمن
فاتته صلاة وقد اعتاد على صلاة سنتها الراتبة القبلية في الفجر والظهر، فإنه إذا أراد قضاء هذه الصلاة فإنه يصليها مع سنتها الراتبة. هذا أمران معنيان شرعيان فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالقضاء فورا. قوله مرتبا، الدليل على أن الترتيب واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين لما كان في يوم غزوة الخندق فاتته عليه الصلاة والسلام صلاة العصر، قال ملأ الله قبورهم نارا، فلم يصليها صلى الله عليه وسلم إلا بعد خروج وقتها، شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فصلها بعد خروج وقتها، ثم صلى بعدها المغرب والعشاء. فدل على أن الترتيب واجب، ولا يسقط الترتيب في المذهب إلا في ثلاث حالات من يذكرها، وله جائزة عند الإخوان. تعرف اللي يقول كريم مال غيره، أنا أقول لكم جوائز على حسابه. يلا، ثلاث حالات يسقط فيها الترتيب، ما في جائزة إلا بالثلاث. طيب خلنا نبدأ بالخلف، دائما الخلف مهضومة حقوقهم. سمي شيخ. لا لا لا، أنا أقول مذهب. نعم، الترتيب فيه، الترتيب فيه الغسل. لا لا، الصلوات يا شيخ، ما قلنا الغسل، ترتيب الصلوات. يعني يجوز أنك تصلي المغرب قبل العصر، متى؟ الحالة الأولى إذا ضاق وقت الثانية إلا عن أدائها، ما بقي على خروج وقت العصر إلا 10 دقائق، بالكاد تصلي العصر، فصلي العصر ثم الظهر بعدها. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، لا الثاني وش؟ إذا نسي الترتيب ولم يتذكر إلا بعد السلام، انتبه هذا القيد مهم. إذا نسي الترتيب، واحد يعني عادة ما شاء الله لا تفوت الصلاة أبدا، فغلبته عينه فنام، فصلى العصر وقد فاتته صلاة الظهر، لما انتهى سلم. شف يقول حتى ينتهي يسلم العصر، لما سلم العصر لم أصلي الظهر، نقول صلاة العصر صحيحة ولكن أعد الظهر وحدها، لكن لو تذكر في أثناء الصلاة تصبح هذه الصلاة نافلة فيصلي الظهر والعصر بعدها. الصورة الثانية، إذا نسي حتى انقضت الصلاة الثانية، صلاة العصر سلم، يعني لازم يسلم، إذا تذكر قبل السلام يعيد الثنتين كمان تصبح سنة. إذا سلمت أنا الظهر صليت العصر، مثلا صليت العصر أنت تصلي الظهر عقبها، بس خلاص. بس الحالة الثالثة هذه صعبة شوي، لأن الفقهاء يذكرونها في باب الجمعة، ذكرها الشيخ منصور في الكشاف في باب الجمعة، من حضرته صلاة الجمعة فقط ولم يكن صلى الفجر، من حضرته صلاة الجمعة ولم يكن قد صلى الفجر، فهنا يسقط الترتيب فيصلي الجمعة ثم يصلي بعدها الفجر. هذه ثلاث صور في المذهب. في صورة رابعة، هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية وحده، يقول صلاة الجماعة ذكره الإخوان، هذه عند الشيخ تقي الدين لكنها ليست في المذهب، من حضرته صلاة الجماعة وقد فاتته الصلاة الأولى سقط الترتيب لأجل إدراك الجماعة، هذا رأي الشيخ تقي الدين لكن ليست في المذهب، فأصبحت ثلاثا على المذهب والرابع عند الشيخ. أنا ذكرتها لماذا؟ لأن الإخوان ذكروها. سم؟ لأنها جعل الصلاة شرط. لا لا، هو ما قال أنها شرط، ما قال بس ذكرها، هو قال وقيل إنه شرط، وإنما البعلي في الاختيارات ذكر هذا الشيء، لكن لا يوجد نص للشيخ تقي الدين أنه يقول إن الجماعة شرط، ما قال. قال لو قيل بقوله بشرط له قوي، يعني كأنه يقول الشيخ وقت الانتصار من باب الإلزام يذكر هذا الشيء، الشيخ ما يرى أنها شرط، لكنه يقول إنه قول قوي، قول داود بن سليمان الطائي بأنها شرط، يقول قول قوي، لكن ما قال، له نصوص أصرح يرى أنها ليست بشرط. يزيد صورة رابعة، من حضرته جماعة الصلاة الثانية. أنا ما ودي ناقف كثير عشان ودي على الأقل ننهي اليوم باتر العبادات، لك أفضل ما يمدينا. ماشي معي؟ طيب، اللهم صل على محمد. نعم، قال ما لم يتضرر، أي ما لم يتضرر من القضاء فورا فإنه يجوز له تأخيرها، كالخائف مثلا أو ينسى. وذكرنا قبل قليل أن النسيان يسقط الترتيب، يسقط الترتيب، وذكرنا صور النسيان. أو يخشى فوات حاضرة أو اختيارها، يعني يخشى خروج وقت الحاضرة أو اختيارها، أي وقت الاختيار، وهذا هو
الصورتان التي ذكر المذهب أنه يجوز إسقاط الترتيب فيهما، الأولى أن ينسى الأولى حتى يسلم، أن ينسى الصلاة الأولى حتى يسلم من الثانية، والأمر الثاني أن يضيق وقت الثانية إلا عنها، سواء وقت الوقت كاملا أو وقت الاختيار. نعم، الشيخ قال الشرط الثالث ستر العورة، وستر العورة نوعان، ستر في أثناء الصلاة وستر في غير الصلاة، ستر في الصلاة وستر في غير الصلاة. والأصل عند الفقهاء أنهم يذكرون في هذا الباب ستر العورة في الصلاة، ويذكرون من باب التبع ستر العورة في غير الصلاة، من باب التبع، من باب التبع ليس من باب الأصل. وهنا يخطئ كثير، انتبه معي، هنا يخطئ كثير من متأخر الفقهاء، فيجعلون العورة، حد العورة في الصلاة مثل حد العورة خارجها، لأن التبس عليهم كلام الفقهاء المتقدمين في هذا الباب، ولذلك يجعلون أشياء لم تقل ويجزمون أنها كذلك، وسيمر معنا يعني بعض الشيء. نبدأ أولا نشرح كلام الشيخ أو أذكر القاعدة عندي التقسيم، ثم أذكر كلام الشيخ لكي نفهمه. عورة المرأة في أثناء الصلاة أو عورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة كما سيأتي بعد قليل، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إن أمة يعني إذا زوج الرجل أمته فلا يحل له أن ينظر لها ما بين سرته إلى ركبتها، فالرجل عورته من سرته إلى ركبته. وهناك قاعدة لغوية وفقهية مشهورة جدا، وهي أن الحد لا يدخل في المحدود، أن الحد لا يدخل في المحدود، وهذه القاعدة ذكرها يوسف بن عبد الهادي في زينة العرائس، وإن لم أكو واهي من الطوفي في الصعقة الغضبية، وكثيرون، والإسنوي أيضا وغيرهم. ولذلك حين نقول إن عورة الرجل من السرة إلى الركبة لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يدل ذلك على أن الركبة والسرة ليستا عورة، ليستا عورة. زين، عورة المرأة في الصلاة، عورة المرأة في الصلاة، عورة المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها، هذا المشهور المذهب، إلا وجهها. إيه؟ لقول لا الكفان لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث مسمى لما سألته عن المرأة تصلي في القميص ليس عليها إزار، قال إذا كان الدرع سابغا أي وسيعا يستر ظهور القدمين، فدلنا ذلك على أن ظهور القدمين يجب سترهما، يجب سترهما. لها عورة إلا وجه الكفان، طبعا الوجه باتفاق الفقهاء أنه ليس بعورة في الصلاة، باتفاق الفقهاء ليس بعورة في الصلاة، وأما الكفان والقدمان فقد فيهما خلاف، والمذهب أن كلاهما عورة، أن كلاهما عورة في الصلاة، فيجب على المرأة أن تغطي يديها ببشتها. في المذهب، المذهب مذهبي شيخ الإسلام تيمية جيسة شيخ تقييد الرواية الثانية مذهبيه في الصلاة، في الصلاة ليس خارج الصلاة، في الصلاة. طيب، هو اللي مشى عليه الشيخ. طيب، يقول الشيخ كل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة، إلا وجهها في الصلاة. طيب، اللهم صل على محمد. نعم، إذن عرفنا الآن العورة في الصلاة. النوع الثاني من العورة، العورة خارج الصلاة، العورة خارج الصلاة، فنقول إن الرجل له عورتان، عورة عادية وعورة مغلظة. فأما العورة العادية فلا يجوز كشفها الأصل. الرجل شيخ مغلظة؟ له عورتان، اللي ما يفوتك يا شيخ اكتبه بعدين، أنا ما ملي. له الرجل له عورتان، عورة عادية وعورة مغلظة. فالعورة العادية لا يجوز كشفها الأصل إلا عند الحاجة، فيجوز كشفها ما لم تصل المغلظة. المغلظة لا يجوز كشفها إلا للضرورة، للضرورة كضرورة علاج ونحوه. العورة العادية من السرة إلى الركبة، والعورة المغلظة السوأتان. وبذلك نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما حسر عن فخذيه، الفخذان من العورة إيش؟ العادية ليست مغلظة، يجوز كشفها للحاجة، للحاجة مثل حاجة مثل ماذا؟ عشان ما يفسد الثوب الذي يدلي قدميه في البئر، يتربص ثوبه، يتربص يعني يكون فيه ماء فيتكلف، ففيه كلفة، فذلك يرفع. وذلك إذا كان الرجل صاحب بحر فإنه يجمع إزاره على هيئة التبان،
وهذا معروف عند الصحابة، لبس التبان يجعل الأول على الأخير والأخير قدام. إذن ما تعرف التبان؟ يعني يجعل إزارة، تعرف الإزارة شيخ؟ يشده ثم يجعل يسحبه من تحت فيكون على هيئة السروال. ولذلك عائشة قالت إن جاء عن عائشة أن المحرم لا يلبس التبان، إنه على هيئة السروال وإن لم يكن سروالا. في خلاف هل يلبس المحرم التبان أم لا. إذن عرفنا الآن عورة الرجل أن له عورة. المرأة عند غير المحارم وعند غير النساء، أو نقول المرأة أيضا، خلينا نقول عند النساء ثم نقول عند الأجانب. المرأة عند النساء والمحارم لها عورتان. المرأة عند المحارم والنساء لها عورتان، عورة عادية وعورة مغلظة، نفس الشيء نفس الرجل. أما العورة العادية فإنه لا يجوز لها أن تكشف ما لا يكشف عادة، ما يجوز لها أن تكشف أكثر من رأسها، رقبتها، مقدم نحرها، يداها، يداها وذراعاها وقدميها. هذا هو الأصل، ما يجوز كشفه إلا لحاجة، فيجوز كشف ما دون المغلظة، هذه العادية. فتخرج نص على ذلك ابن عبد البر، ونص على ذلك جماعة كثيرون من أهل العلم، أن المرأة لا تخرج عند الرجال عند محارمها والنساء إلا ما جرت العادة بكشفه عند النساء المحتشمات. طبعا إذا اختلفت الأعراف مصيبة. طيب الله نسيت في الحاجة. إلا الحاجة، الحاجة. طيب العورة الثانية العورة المغلظة عند النساء، وهي ما بين السرة إلى الركبة. إذن إذا وجدت عند كلام الفقهاء كما سيأتي معنا أن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة تسمى عورة إيش؟ مغلظة، لا يجوز كشف ما بين السرة إلى الركبة عند النساء إلا لضرورة. ما بين هذه وبين العورة العادية يجوز كشفه للحاجة. كيف؟ المرأة إذا أرادت أن تعجن، حريم الأول يعجن بأقدامهن، لابد أن ترفع فتخرج ساقيها، أليس كذلك؟ هذه لحاجة ليست ضرورة، فيجوز إخراج الساقين للحاجة كالعجين. حجين المرأة إذا كانت في مهنة بيتها ربما حسرت عن عضديها، هذه حاجة يجوز. المرأة إذا أرادت أن ترضع وليدها، صعب أنها تتوزع عن الحريم أو عن محارمها، فقد يخرج صدرها، أليس كذلك؟ هذه للحاجة يجوز. أما ابتداء من باب التجمل فلم يقل أحد من الفقهاء قط، وخاصة المتقدمين الذين نقل عنهم لكن حورت كلامهم، لم يقل قط أحد إن عورة المرأة مطلقا عند المرأة من السرة إلى الركبة، بل لا يقول حتى الكفار، ما أقول لكم المسلمين، حتى الكفار ما يقولونه. لو أن امرأة خرجت عند نساء في أي بلد في العالم ساترة العورة المغلظة من السرة إلى الركبة فقط، لقبضت عليها شرطة الآداب وقالت إن هذا يخالف الذوق العام، أليس كذلك؟ فهل يقول دين الفطرة ودين الستر والعفاف إنه يجوز للمرأة أن تظهر عند النساء ما عدا السرة إلى الركبة؟ هذا غير صحيح. لكن المشكلة أن بعض المتأخرين لما تلتبس عليه بعض المسائل يخلط بابا بباب فتشكل المسألة، مثل ما قلنا عند الرجل عورتان فكذلك المرأة عورتان. وضحت المسألة؟ أنا قصدي من هذا ليش؟ لأن بعض الأخوان يقول يا أخي هذا المذهب. أقول جزاك الله خير، أنت ما فهمت المذهب، أنت ما فهمت المذهب. يقول صاحب مواهب الجرير خطاب أو الخطاب، يقول كان لنا رجل، عندنا رجل يقرأ الناس كتاب النكاح، فلما جاء لباب الوليمة يشرح مثل ما أنا أشرح، فقال في قول خليل، أنا لا أحفظ كلام خليل ولكن من كلامه يقول قال خليل وهو بالأكل بالخيار، يعني الذي يحضر الوليمة يبغى يأكل يأكل، ما يبغى يأكل لا يأكل، هذا معنى الأكل بالخيار. فجاء هذا المتعالم فقال ومعنى قول خليل أن الرخص إذا دخل وليمة فليأكل بمقدار خياره. لذلك ليس كل ما يفهم من كلام الفقهاء صواب، فيجب أن ترجع الأصول. قلت لكم أمس كلام بعض مشايخنا، أي كتاب من كتب الفقه لابد أن ترجع لأصوله، أصوله أصوله، حتى ترجع للكلام الأول. الكلام الأول هو الكلام الواضح البين. طيب نرجع لكلام الشيخ، يقول الثالث ستر العورة وهو واجب، لقول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد به ستر العورة، ويجب حتى خارجها، أي حتى خارج الصلاة،
من باب الاستطراد وإن كان ليس متعلقا بالصلاة، وفي خلوة، لأن المرء يجب أن يستحي من ربه جل وعلا فلا يكشف عورته إلا لحاجة، وظلمة بما لا يصف البشرة، بما لا يصف البشرة. من شرط الساتر للعورة شرطان: الشرط الأول أن يكون غير واصف للبشرة، أو نقول إن الشرطين يجمعها الكلمة التي قالها المصنف أنه ليس واصفا للبشرة. فنستفيد من قول المصنف ليس بما لا يصف البشرة شرطين، نستفيد من هذه الجملة شرطين كلاهما يدخل تحت قوله لا يصف البشرة. الشرط الأول أن لا يكون شافا عما تحته، وقد انعقد الإجماع أن ما شف عما تحته فليس بساتر، والذي لا يشوف نوعان: إما المشقق وإما الرقيق جدا الذي يظهر لون البشرة. إذن الشرط الأول مما لا يصف البشرة أن لا يكون إيش؟ مظهرا للبشرة تحته لأنه يصف. الشرط الثاني، انتبه الشرط الثاني، ألا يظهره، إما أنه مشقق أو أنه واحد مثلا يصلي بسروال وهذا السروال مشقوق من جهة فخذه، نقول إن هذا غير ساتر. طيب الشرط الثاني الذي يندرج تحت قوله لا يصف البشرة، قالوا ألا يكون خلينا نجيب العبارة، ألا يكون مفصلا للعضو، ألا يكون مفصلا، لأن عندنا مصطلحين، عندنا المفصل وعندنا المجسم. المجسم ساتر لكن المفصل ليس بساتر. ما الدليل على اشتهار هذا الشرط؟ الدليل حديث أم سلمة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الدرع سابغا، وفي لسان العرب السابغ هو الواسع، فلا بد أن يكون فيه سعة، وهذا غير الواسع إما أن يكون يعني مجسم أو مفصل. المجسم الذي يبين حجم العضو فقط، حجم العضو فهذا معفو عنه. ولذلك لما نزل الحجاب على نساء المسلمات تحجبت سودة رضي الله عنها وهي من بني عدي من أبناء عم عمر بن الخطاب، فنظر إليها عمر فقال قد عرفناك يا سودة، لأن سودة كانت سمينة رضي الله عنها. سبحان الله، كل من اسمه سودة يكون سمين. سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سمينة، وسودة بنت عمر ابن عبد الله بن عمر سمينة. فالفقهاء المذهب يشترطون على أو يستدلون بأن الموالاة بين أشواط السعي ليس شرطا، بأن سودة بنت عبد الله بن عمر سعت بين الصفا والمروة في 7 أيام، كل يوم تأخذ شوط عليها رحمة الله، فكانت سمينة جدا عليها رحمة الله. فعمر رضي الله عنه لما نظر لسودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عرفناك يا سودة، فأنزل الله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ومما يعفى عنه مما ظهر التجسيم. فالشخص أحيانا إذا لبس يعرف أنه سمين نحيف، الكتفان يظهران، الرأس يظهر من المرأة مجسم أن هذا رأسها، وهكذا. إذا التجسيم معفو عنه. الذي لا يكون معفوا عنه التفصيل، بعبارة أن يكون مفصلا يعني بقدر الجسم، يبين تفاصيل اليد، وذلك في أشياء معينة تكون مفصلة. هذه الشباب الذين يلعبون كرة ويلبس مشد، هذا المشد لا يجوز الصلاة فيه لأنه مفصل تماما، مفصل تماما للعضو، مفصل يعني يبين لك حجم العضو، ليس حجم بل تفصيل دقائق العضو، ولذلك لا يكون ساترا. المفصل لا يكون ساتر. المجسم معفو عنه، المجسم يعني يبين الحجم لكن لا يبين التفاصيل الدقيقة في العضو، وهذا الفرق بين هذين الاثنين. طبعا من تفريعات ذلك أن الفقهاء يقولون شوف إن الجورب، شوف المفصل، إن الجورب إذا كان ثقيلا جدا فلبسته المرأة في الصلاة لا يكون ساترا عندهم لأنه مفصل للرجل، والرجل يجب سترها لأنه مفصل. عضو الشراب فصل مرة، يبين لك الكعب إذا طلع يمينا وشمالا ويبين، فإنهم كذلك. طبعا نحن نقول طبعا اختيار الشيخ تقي الدين أن الرجل ليس بعورة في الصلاة، فيجوز المرأة أن تكشف رجلها. طبعا المسألة خلاف المسألة، لكن باب التفصيل يعني والسطرات في المسألة. أما الخف فهو مجسم وليس بمفصل. الخف أكرمكم الله، الأحذية، الشرابات الثقيلة، هذه
مجسمة وليست مفصلة فتكون ساترة. أنا ودي أمشي جعلك الجنة والديك سم لا أمرني أماني برادك. لا في لفظة مجسم هل هي مرادك مفصل؟ لا مفصل غير مجسم. لا مجسم هل هو مرادك ما مر علي يعني هذا المصطلح عند الفقهاء. الفقهاء يقولون ويعفى عن المجسم أو ما جسم مجسد ما أدري إن وجدت أحد من الفقهاء نص عليها ربما. أحيانا يا شيخ ترى استعمال الفقهاء يعني هو الدارج على الألسنة كما قال الناظم ربما استعملت لحنا اشتهر كالكل والغير اقتداء بالنفر من شيوخ الحي من غزية. ايوه في هذا يعني يضاف الى قضيه عدم الستر هو يكون صفيق ثخين لكنه شفاف خلاص هذه نعم هذا شفاف اختلف فيه الشرط الاول اختلف فيه الشرط الاول من حيث البشره جزاك الله خير. طيب يقول الشيخ عوره رجل وحره ومراهقه وامه ما بين سره وركبه يعني عوره الرجل عند الرجل ما بين السره الى الركبه وعوره حره مراهقة يعني لم تبلغ بعد لأن عندهم قاعدة أن من كان دون 7 سنوات لا عورة له ما له عورة رجلا أو طفلا أو طفلة لا عورة له فذلك يقول مراهق يعني جاوز سن 7 فما بين السرة إلى الركبة والأمة كذلك الأمة يقصد المزوجة ما بين السرة إلى الركبة قال وابن 7 إلى 10 الفرجان لأنه لا عورة له فلا يبقى إلا العورة المغلظة فقط وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة وهذه ذكرناها قبل قليل وذكرنا دليلها. يقول الشيخ اللي سيدها ما يجوز لها أن ينظر له ما بين سرتها إلى ركبتها لحديث عمرو بن شعيب نبيها عن جدة. بالنسبة للأجانب بعضهم فقهاء يقول أنا قصدت أني لا أتكلم فيها من الفقهاء من يقول إن المرأة يجوز الكشف أن تنظر وهذا من خطأ الفقهاء المتأخرين وإنما يجوز للأمة كشف وجهها ولذلك صح عند عبد الملك بن حبيب في كتابه أحكام النساء أن عمر بن الخطاب كان يأمر الإماء أن يكشفن وجوههن وأن لا يتنقبن فالمرأة لغير سيدها إنما يجوز كشف وجهها وما جرت العادة بكشف فقط ما جرت العادة بكشف كأن يعني غير الرجال كأنه من المحارم كأنه من المحارم وقول الفقهاء أنه فقط من عورة أنه من الخطأ الذي بيّن قبل قليل أنه من الملتبس عند المتأخرين إيه لا الأمة وقت البيع يعني للحاجة يجوز النظر فقط للحاجة. طيب طبعا الإماء لا يوجد بدءا من اتفاقية الأمم المتحدة التي دخلت عليها المملكة يعني انضمت لها المملكة في 60 ميلادية بل هو قبل ذلك بكثير فقد ذكر ابن حجر الهيتمي من علماء مكة الكبار صاحب التحفة في القرن العاشر أنه في وقته يعني كم له الآن فوق 500 لا يوجد رق شرعي شوف لا يوجد رق شرعي وإذا كان كثير من المشايخ من أهل العلم قديما واحد يعني إلى طبقة مشايخ كان ينهى عن شراء الأرقاء يقول لا يوجد رق شرعي كلهم مسروقون أو بسبب غير شرعي بأن يكون قتالا بين مسلمين وبعضهم أو بطريقة أو أخرى من غير أسباب الرق الرق كلها ألغيت ما عدا 3 رق الجاهلية وهذا انقطع قطعا من الآن 1400 لنا وما تولد من رق الجاهلية وما كان من حرب بين مسلمين وكفار ليسوا بعرب لأن العرب وإن كانوا كفار لا يسرقون العرب على في خلاف لكن الصحيح أنهم لا يسترقون العرب وذلك قليل جدا وهذه الحرب يعني يصبح فيها الإمام مخير بين 4 بين المن والفداء والقتل والاسترقاق فذلك الرق قليل جدا والفتوحات انقطعت من القرن 4 تقريبا ما عدا شيء يسير في بعض الأزمنة. الهيتمي ليس عسقلاني صاحب التحفة والفتاوى والحديثية والمكية. طيب يقول الشيخ ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعد. المسألة الأولى يقول إن من كشف بعض عورته وفحش أعد هذا صحيح لفوات الشرط
انتبه لهذه الجملة. ومفهوم هذه الجملة أنه إن انكشف غير من غير فحش فإنه لا يعيد. وغير الفحش نوعان، انتبه، وغير الفحش نوعان، إما يسيرا في مقداره فيعفى عنه ولو كان كثيرا في وقته، إما يسيرا في مقداره ولو كان كثيرا في وقته، مثل المرأة مثلا، لو قلنا مثلا بأن القدمين من العورة فخرج بعض قدميها يسير فمعفون عنه ولو كان في الصلاة كلها، معفون عنه ولو كان في وقت كثير، إما يسيرا في مقداره ولو طال وقته معفون عنه، أو الصورة الثانية أن يكون كثيرا في مقداره يسيرا في وقته، أو كثيرا في مقداره يسيرا في وقته، فهذا يعفى عنه، لكن الكثير طال أمده يعفى. إلا صورة واحدة فقط، أنت تذكر باب التمثيل في التفريع وليست عادتي، إلا السوءتان، فإن السوءتان لا بد أن قليله لا ينظر للوقت فيه، فلا بد أن يكون وقتا قليلا فقط وإلا بطلت. طيب نعم، يقول من انكشف بعض عورته وفحوش انتهينا منها، أو صلى في نجس. طبعا من عيوب المختصرات أو ممن تنتقد به بعض المختصرات التكرار، الواجب على المصنف أن لا يتكلم عن هذه المسألة لأنها ستأتي في الشرط الرابع بعد قليل. يقول إن الشيخ طبعا إن من صلى في نجس فإنه يعيد. لماذا؟ لأن الصلاة في النجس أو لأن التطهر من النجاسة شرط، وقد قلت لكم إن الشرط لا يسقط نسيانا ولا يسقط سهوا، فمن صلى في ثوب نجس ولو كان ناسيا ولو كان جاهلا فإنه تبطل صلاته كلا الحالتين، لا يفرقون بين الجاهل والناسي. طيب وبعضهم يعني طبعا مثلا منهم لا يفرقون، سيأتي إن شاء الله استدلال في الحديث بعد قليل. تخريج في إيش؟ لا 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 لا، لأنها شرط ما لها دخل. لا لا ما لها دخل، يعني ما يفرق بين الأرض والثوب. لا صح لي رواية، لا الثوب أنت قصدك تخرج التصحيح موجود أصلا، أنت تشمع التخريج يا شيخ، يخرج على الرواية الأخرى، تخرجها إذا لم يكن فيه نص، إذا كان في نص فيه قول، القول أقوى من التخريج. خلنا نهاية الدرس أشرح لكم ما هي الرواية في أحمد، مش كبعض الأخوان قد يكون في لبس، حتى عند بعض كبار المتخصصين في الفقه قد يكون عنده لبس في رواية أحمد، خلنا لما نجعل بيننا والإقامة. طيب يقول الشيخ ومن انكشف نعم أو صلى في نجس فإنه تبطل صلاته عندهم، أو غصب يعني في ثوب غصب، بقعة أو ثوبا، ثوبا أو بقعة، يعني صلى في ثوب موصوب أو بقعة فإنه يعيد. ودليلهم في ذلك ما ثبت عند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال من صلى في ثوب، من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تصح صلاته فيه، فدل على أن دخول درهم من واحد في ثوبه مبطل الصلاة، ولأن القاعدة التي ذكرناها قبل قليل أن النهي يقتضي الفساد، طبعا ليس شرطا إباحة المحل، لأن الشرط طهارة المحل، فالقاعدة السبب في الشرط في النجاسة غير الشرط غير السبب في الغصب، الغصب هنا لأن النهي وتلك لأجل فوات الشرط. قال لا من حبس في محل النجس لأنه لا يستطيع بدله فهنا يكون عاجزا، أو غصب أي مغصوب لا يمكن الخروج منه فإنه تصح صلاته. قال الشرط الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها، النجاسة المعفو عنها مثل القيء اليسير والدم اليسير والصديد اليسير في بدن وثوب وبقعة، هذه مسألة مهمة جدا جدا عندنا في قول المصنف في بدن وثوب وبقعة، أن الأشياء التي يجب تطهيرها ثلاثة أشياء فقط، البدن والثوب والبقعة التي تصلي فيها، نأخذها واحدا واحدا. البدن واضح ما يبغى للشرح، بدنك جسمك، الجسم واحد يعني واضح جدا. النوع الثاني الثوب، أو الأمر الثاني الثوب، قالوا هو كل ما لبسه الشخص أو تحرك بحركته، كل ما تحرك بحركته وبناء ما لبسه الشخص أو تحرك بحركته، ومعنى ذلك لو أني شوف هذا الثوب غترتي ربطتها بشيء نجس فتكون نجسة،
نتحرك إذا مشيت مشى معي ثوبي، فغترتي مربوطة بشيء نجس. طيب لو ربطت هذه الغترة وجعلتها هكذا، أو مثلا أنا علي عمة طويلة وصليت ولم ألمسها، ما لمستها، صلاتي صحيحة وليست بصحيحة؟ لا، ليست بصحيحة، لأنها مربوطة بها، مربوطة بها. أي شيء يتحرك بحركتك فهو ثوب لك. طيب إذن عرفنا الآن المقدار الثوب. الأمر الثاني، طبعا إلا الشيء الطويل جدا مثل المربوط بحبل طويل وفي آخره نجاسة، هذا بعيد جدا يعني. لكن الشيء اليسير مثل أكرمكم الله من عند قسطرة، إذا كان قادرا على أن يزيل قربة القسطرة، الكيس الصغير يجب عليه إزالته، لأن فيه نجاسة، يتحرك بحركتك، فهذا في حكم الملبوس. إن لم تستطعه فللضرورة يبقى كما سيأتي أن الضرورة تبقي. فهذه القسطرة إن استطعت إزالتها فالحمد لله، ما استطعت أبقيها. طيب البقعة، ما هي البقعة؟ هي البقعة التي يصلي فيها المرء، والموضع الذي يجب تطهيره في البقعة حده ما يلي المكان. نعم، هو من موضع الجبهة في السجود إلى موضع العقب في القيام، وما بينهما. من موضع الجبهة في السجود إلى موضع العقب، يعني آخر الرجل في القيام. ليش قلنا في القيام؟ لأن واحد هو ساجد يجلس على أطراف أصابعه، وإذا قام يجلس على باطن رجله. هذا الموضع هو الذي يجب تطهيره، وما بينهما فيما يعني يكون بحسب حجم الرجل طولا وعرضا. ولو لم تمس أعضاؤه النجاسة فإنه يجب تطهيرها. قد يكون يعني الشخص يعني مقابل صدره وهو ساجد محل لا يلمسه، صح ولا لا؟ ما تحط فيه الكتاب، تحط فيه البشت، هذا الموضع يجب تطهيره، لأنه موضع واحد متصل، وإن لم تلمسه بيدك هذا هو الموقع الذي يجب تطهيره. فإن كان النجاسة عن يمينك أو عن شمالك أو على قبلتك لا يلزم تطهيرها، ما يلزم. أنا أصلي ما بيني وبين النجاسة إلا 3 أصابع، ما دام أني لم أسجد عليها فتصح الصلاة. النجاسة في القبلة تصح، عن يميني تصح، عن شمالي تصح. أهم شيء ليست في هذا الموضع الذي حددناه. طيب أختم هذه، أظن أذن بقي دقيقتان، أعرب دقيقتان. مبتدأ وخرج، خبر مقدم. طيب يقول الشيخ: ومن جبر عظمه أو جبر عظمه أو خاطه بنجس، كيف يجبر بنجس؟ قد يعني قد يجعل عظم خنزير مثلا أو حيوان ميتة، أو خاطه بنجس، قد يخاط هذه بخيوط تؤخذ من حيوانات نجسة، وتضرر بقلعه لم يجب، يعني لم يجب قلعه، ولكن يتيمم، أي يتوضأ ثم يتيمم. لماذا يتيمم؟ عن النجاسة التي قلنا في المذهب، أما نحن قلنا التيمم إما عن الطهارة أو عن النجاسة، عن رفع الحدث أو عن إزالة النجاسة. هذا التيمم عن إزالة النجاسة الذي ذكرنا، فيتيمم بعد انتهاء وضوئه إن لم يغطه اللحم. إذا غطى اللحم هذه النجاسة بأن يكون الخيط قد تآكل في الجسد أو يعني لم يظهر، فنقول إنه لا يلزم التيمم عنه. لماذا؟ لأن النجاسات تطهر بالتغطية. فلو أنك مثلا في موضع وأردت أن تصلي فجعلت فرشة سجادة فصليت فوقها، صحيح لو كان تحتك نجاسة، لأن المقصود ما باشرته بنفسك، نعم. يقول أذن. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا تصح، أي لا تصح الصلاة بلا عذر في مقبرة وخلاء، ثم ذكر أشياء أخرى. وهذه الأشياء جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن الصلاة فيها، وسنأخذها واحدا واحدا ونبين الحكم في كل منها مع علته. فقال الأول: ولا تصح بلا عذر في مقبرة. النهي عن الصلاة في المقبرة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، والعلة فيه كما هو عند المحققين من أهل العلم إنما هو لذريعة الشرك. ما الدليل على ذلك؟ أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في وإلى شيء إلا للمقبرة، بخلاف النجاسات
فإنه نهى عن الصلاة فيها مما يدل على أن العلة لشيء موجود فيها، بينما المقبرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وإليها لأجل ذريعة الشرك. ولذلك جاءت الأحاديث كثيرة في النهي عن أشياء أخرى قد تكون أقل منها ومع ذلك نهي عنها، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النار، فإن النار منهي عن الصلاة فيها لأجل خشية مشابهة المجوس، مع أن العرب في ذلك الوقت لم يكونوا يعبدون نارا إلا بعضهم الذي كانوا مجوسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، لكن أهل الحجاز لم يكن أحد منهم من المجوس. فالمقصود من ذلك أن خشية المشابهة جعلت الحكم للكراهة، وأما خشية الوقوع في ذريعة الشرك جعل الحكم للتحريم. هذا هو السبب الأول، هو المقبرة. الأمر الثاني، طبعا المقبرة والمسجد والمصلى دائما هذه المصطلحات تطلق على أمرين، على الموضع الذي فيه القبر، وعلى الموضع الذي فيه الصلاة، وعلى الموضع الذي فيه السجود، وتطلق على المكان المبني والمحدد، فتطلق على الأمرين، فتطلق على الأمرين. هنا المقصود على الموضع الذي فيه القبر. يقول وخلاء، والخلاء هو موضع قضاء الحاجة، وهو محل قضاء الحاجة، والعلة فيه واضحة لأجل النجاسة. وحمام، ليس المراد بالحمام في كتب الفقهاء الحمامات التي نعرفها الآن، فإن الحمام المقصود به موضع الاستحمام، وقديما كانوا يعني يستخدمون مواضع مخصصة للاستحمام، يجتمع الناس فيها فيستحمون ويغتسلون بالماء الحميم اللي هو الحار، فيغتسلون فيه مثل تسمى حمامات الشامية أو الحارة الموجودة في بعض يعني في جنوب المملكة. فهذه الحمامات منع من الصلاة فيها لا لأجل نجاستها، فإن الماء يأتي، وإنما لمظنة النجاسة. انظر الفرق، ليس لأجل النجاسة وإنما لمظنة النجاسة، فإن المرء ربما إذا اغتسل ربما في ذلك الموضوع ربما خرجت منه نجاسات، فمظنة النجاسة فيه تجعله، هذا من جهة. والأمر الثاني لأنها محتضرة، موضع اغتسال وليست موضعا لذكر الله عز وجل، فإنه يمنع منها وليس لأجل النجاسة، ولذلك فإن الحمام يجوز الصلاة فيه عند الحاجة، بخلاف موضع النجاسات فإنما يجوز الصلاة فيها عند عدم القدرة على موضع آخر. طبعا الحاجة مثل ماذا؟ مثل خروج الوقت، مثل الأذى ونحو ذلك. قال وأعطاني الإبل، وهو الموضع الذي تبيت فيه الإبل، وليس الموضع الذي فيه بعر الإبل، وإنما الذي تبيت تجعله مبيتا لها. وأعطان الإبل منهي عنها أو منهي عن الصلاة فيها لعلة ليست علة النجاسة، فإن بعر الإبل طاهر، وإنما لعلة حضور الشياطين كما قرر الشيخ تقي الدين في القواعد النورانية، فإنه قال إن مكان الاحتضار احتضار الشياطين منهي عن الصلاة فيه. وقال بعض الفقهاء لا، إن العلة فيه مظنة النجاسة كالحمامات، قالوا لأن رعاة الإبل وأهلها إذا نوخوا الإبل فإنهم يتبولون ويقضون حاجتهم خلفها، فجعل يعني المظنة منزلة المئنة، ولكن الأقرب الأول وهو محل الاحتضار. سامي شيخي، معروف، جزاك الله خير، الله يغفر لك شيء. طيب، قال ومجزرة، أفادك الله، قال ومجزرة، والمراد بالمجزرة مكان ذبح البهائم، ولا شك أن المجزرة موضع نهي لأجل أنها موضع نجاسات، فإن الدم المسفوح فيها واضح وبين. قال ومزبلة، وهو موضع رمي الزبائل، وقارعة طريق، طبعا مزبلة لأنها موضع نجاسات أيضا، واستقذار، موضع نجاسات واستقذار أيضا فإنها مستقذرة. قال وقارعة الطريق، هو المكان الذي يعني يمر فيه الناس ويمشون فيه ويطرقونه بصفة دائمة، والصلاة فيه أذية للناس، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، وعن كما مر معنا أيضا، وعن التبول فيه لأنه سبب للعن الناس لصاحبه. قال ولا في أصلحتها، أي ولا في أصلحة هذه الأمور، لأن عندهم قاعدة وهو أن للهواء حكم القرار، أن الهواء له حكم القرار. قال الشيخ الخامس، أي من شروط الصلاة استقبال القبلة،
فأينما تكونوا فثم حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال الشيخ: ولا تصح بدونه، أي بدون استقبال القبلة، إلا لعاجز، أي لعاجز عن استقبال القبلة وهو المريض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا، في حديث عمران بن الحسين في الصحيح، صحيح البخاري. فدل ذلك أنه إذا سقط ركن فإنه يسقط شرط للعجز عنه وهو استقبال القبلة. ومثله الخائف، ومثله الخائف فإنه خائف. المريض كيف يستقبل القبلة بسرعة؟ المريض إذا كان قد صلى على جنب فإنه يجب عليه أن يستقبلها على الجنب، والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن، وإلا فيجوز، ولكن خلاف الأفضل أن يستقبل القبلة وأن يكون على شقه الأيسر. فإن عجز عن هذه الدرجة فإنه يستقبل القبلة بقدميه وجوبا، يعني يجعل القبلة جهة قدميه ويكون عكسها، ويستحب له أن يرفع رأسه بمخدة ونحوها أو السرير يرفعه يسيرا. فإن عجز عن هاتين الدرجتين، الأولى على جنب مستقبل القبلة، أو على ظهره متجها بقدميه إلى القبلة، فيجوز له أن يصلي إلى جهة، أي جهة، فأينما تكون فثم وجه الله، فيجوز لأي جهة. يقول: ومتنفل في سفر مباح، أي أن المتنفل في النفل دون الفريضة، في السفر دون الحضر، يجوز له أن يصلي إلى غير قبلة، لحديث ابن عمر في الصحيح لما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر على راحلته غير متوجه للقبلة. قال: وفرض قريب منها إصابة عينها، وبعيد جهتها. القبلة التوجه إليها له حالتان: الحالة الأولى أن يكون قريبا، والحالة الثانية أن يكون بعيدا. أما القريب فله صورتان: الصورة الأولى أن يكون قريبا يرى الكعبة وهو البناء المكعب، فيجب عليه استقبال عينها كمن يكون في الحرم، ولا يحول بينه وبين استقبالها شيء، فيجب عليه استقبالها. النوع الثاني من القرب أن يكون قريبا لكنه لا يرى عين الكعبة، مثل من كان في مكة أو كان في بعض ضواحيها، فيقولون يجب عليه، فقهاء قديم يقول يجب عليه التوجه إلى المسجد، إذا كان يرى المسجد فيستقبل المسجد، وإلا فيستقبل مكة، إذا كان خارج مكة فيستقبل مكة، يرى مكة فيتجه إلى مكة. وأما البعيد، انظر هنا، إذن هنا القريب إما أن يكون يراها أو يرى المسجد أو يرى مكة. وأما البعيد فإنه لا يجب عليه استقبال عينها بإجماع أهل العلم، حكاها ابن رجب في كتاب فتح الباري، فإنه قال بإجماع أهل العلم لا يجب مسامتة عين الكعبة، ما يجب، وإنما يتجه للجهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقبلة المدينة جهة الجنوب، فدل على أن كل ما يسمى جنوبا فإنه قبلة، ولو انحرف يسيرا يمين يمنة أو شملة أو شمالا، ما لم يصدق عليه أنه قد اتجه إلى الجنوب الشرقي أو الجنوب الغربي. وبناء على ذلك نقول لو انحرف عن مسامتة عين القبلة، الآن توجد هذه الأجهزة الجي بي اس وغيرها دقيقة جدا في ضبط القبلة، لو انحرف عن القبلة ولو عمدا بدرجة أو درجتين أو ثلاثا أو خمسا أو عشرا، عشر درجات أو خمسة عشر أو خمسة عشر درجة، بل إلى عشرين درجة وربما أكثر أيضا، لو متعمدا فإنه تصح صلاته، لأنه ما صدق عليه أنه اتجه شرق جنوب، إحنا بالنسبة لنا مثلا غرب، غرب شمالي أو غرب جنوبي، أو شرق جنوبي أو غرب جنوبي. طيب، فالمقصود الجهة. طيب، إذن هذا هو استقبال القبلة. قال: وبعيد جهتها دون المسامتة بإجمع، ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين. من كان عنده يقين بنفسه فيجب أن يعمل بنفسه، فإن لم يجد فبخبر ثقة، بأن يخبره ثقة بجهة القبلة. ثم يلي إخبار الثقة الإخبار عن عمل الثقات، وهو المحاريب. طيب، نفس كلامنا في دخول الأذان. قال: وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها. من يعرف النجوم، القطب الشمالي وغيره، أو مخرج الشمس وغروبها ونحو ذلك، وقلد غيره، المفروض أن يقول وقلد غيره، اجتهد عارف بأدلتها، صوب عندك الخطأ، وقلد غيره، أي غير المجتهد، وقلد تصير غيره فاعل وليست مفعولا به. يقول الشيخ: وإن صلى بلا أحدهما، أي بلا اجتهاد ولا تقليد، مع القدرة قضى مطلقا،
مع القدرة قضى مطلقا أي يقضي الصلاة سواء أصاب أو لم يصب، سواء أصاب أو لم يصب. قال الشيخ: السادس النية، فتجب تعيين معين وسن مقارنتها لتكريب لتكبيرة ولا يضر تقديمها عليها بيسير. النية قلنا قبل أنها شرط في أداء العبادات كلها، وهذه النية نوعان: نية التقرب والقصد لله عز وجل، والنوع الثاني نية التعيين بأن يعين الفرض من النفل، وأن يعين صلاة الظهر من العصر ونحو ذلك. إذن نية التقرب لله عز وجل، والثاني نية التعيين. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم أن أغلب الفقهاء حديثهم على النوع الثاني، وقل ما يتحدثون عن النوع الأول وهو نية التقرب إلى الله عز وجل، لأن نقيضها إما أن يكون الرياء وإما أن يكون التشريك في النية، وهما أمران مختلفان. النية فيها ثلاثة أمور يجب التنبيه إليها قبل أن نتكلم عن نية الإمام والمؤتم. الأمر الأول في النية في وقتها، ما هو وقتها؟ نقول إن وقت النية السنة أن يكون مع أول الفعل، ويجوز تقدمها عليه يسيرا، يعني لا يجب أن توافق أول العمل بل يجوز تقدمها عليه، هذا الوقت الأول، وهو الذي ذكرها الشيخ. قال: يسن مقارنتها للتكبير ويجوز تقدمها عليه، مثل الشخص ينوي الصوم ثم ينام حتى وقت دخول الفجر. المسألة الثانية استصحاب النية في العمل، شوف، استصحاب النية أثناء العمل. فنقول إن النية لا يلزم استصحابها في أثناء العمل. لما؟ قد ينسى، قد يسهو في أثناء عمله، فلا يلزم استصحاب النية، وإنما يستحب الاستصحاب. إذن المقارنة سنة وليس واجبا، والاستصحاب سنة وليس واجبا. نقف هنا وإن شاء الله نكمل بعد الصلاة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.